كيف نصنع صبغة مؤقتة من ألوان الباستيل أو الطباشير المذهلة؟ رطبي شعرك بالماء جيداً. أمسكي خصلة ولونيها بالطباشير أو بألوان الباستيل. بعد الانتهاء من تلوين الشعر، استخدمي مكواة شعر لتجفيف اللون، فهذا يساعده على أن يدوم مدة أطول. يمكنك إزالة اللون بكل سهولة بمجرد غسله. هكذا ستتمكنين من اختبار وتجربة لون الشعر الذي ترغبين به بشكل دائم دون أدنى مخاطر. هل تعلم أن الطبشور صخر رسوبي أبيض ناعم، وهو شكل من أشكال الحجر الجيري، ويمكن صباغته بألوان مختلفة؟